لو حصلت انا تصورت رغم الصخب اللي شفته بره ده انهم هيلتزموا بكلمته، لكن واضح ان هم لهم هدف اخر تماما غير ان يسمعوا. هم هدفهم ان يخربوا الجبهه. احنا انتهينا اجتماعنا مع رؤساء انديه القضاة، رئيس نادي قضاة مصر ورئيس انديه قضاة الاقاليم، الى ان المشروع المقدم منهم محتاج لبعض التعديلات، هيجروها ان شاء الله ويقدموها لي يوم الاحد باذن الله. وان هذه اللجنه ايضا هتنتهي من مشروعها وتقدمه معاه الاضاحات يوم الاحد ان شاء الله. وان المشروع هيعرض على مجلس القضاء ليطلع عليه. وان يوم الثلاث باذن الله هتحضر لجنه من رؤساء الانديه اللي هم وضعوا المشروع مكونه من 5 تعرضوا على مجلس القضاء وتقدم الايضاحات عليه، ومجلس القضاء يسالهم فيما يشاء. ويوم الاربعاء باذن الله هيحضر لجنه برضه من لجنه احمد بيه مكي مكونه منه ومن احمد بيه سليمان ومقرر اللجنه، وهيعرضوا برضه يعني هيناقشهم مجلس القضاء الاعلى في مشروع. ثم يتولى مجلس القضاء الاعلى وضع المشروع النهائي. ويطبع ويذاع على القضاة. ثم يضع القضاة في جمعية عمومية ليس فيها لا أحاديث ولا مناقشات، وإنما فيها صناديق استفتاء على المشروع الذي وضعه مجلس القضاء الأعلى، لا مشروع النادي ولا مشروع اللجنة، ليصوت القضاء بنعم أو لا. فإن صوتوا بنعم أصبحت أتقدم بهذا المشروع إلى السلطة المختصة وورائي جميع قضاة مصر. أما إن قالوا لا فكلمة القضاء على رأس المفروض. أنا صاحب اقتراح تشكيل اللجنة، وأنا صاحب الأزمة من أولها. واستعرضنا مع رؤساء الأندية عدة حلول، لكن انتهينا في النهاية إلى أنهم يفوضون مجلس القضاء الأعلى في أن يضع المشروع الذي يراه ملائما للحظة التي نحن فيها لاستكمال استقلال القضاء، وسنستبعد كل المسائل الخلافية التي تمزق وحدة القضاء التي طالت. وانصرفنا على هذا بإذن الله والكل راض. فأرجو أن يتاح لهذه المسيرة ولهذه الإجراءات الفرصة علشان نخلص هذا المشروع ونقدمه لمصر قضاء مستقل يجري الانتخابات النزيهة بإذن الله. أنا بلتمس من اللجنة الموقرة أن تنهي اجتماعاتها وجلسات الاستماع اليوم حتى نتيح للغوغاء مرة أخرى، أو لهم الغوغاء فعلا مرة أخرى، أنهم يساهموا في إفساد الحياة القضائية كما يساهموا في إفساد باقي الحياة في مصر. وأنا أتيح لي أن أتكلم مع الأستاذ منتصر الزيات. النهاردة جالي الأستاذ سامح عاشور وفهمتهم أن هذا الذي يحدث لا يصح. الأستاذ منتصر قال أنه تراجع عن ما كان من موقفه قبل أن يستمع في لجنة الاستماع الأولى. أما الأستاذ سامح عاشور فيطالب بسحب علني للمادة 18 وهو ما رفضته أيضا. قلت له أنا اللي اعترضت على المادة 18 قبل ما المحامين يعترضوا ولا يتكلموا عليها. وقلت أن هذا ليس موضعها، لها موضع آخر يتناقش ساعتها، احنا دلوقتي في قانون السلطة القضائية. لكن
المقتضيات الانتخابية اللي في النقابة مؤثرة عليهم وضاغطة، وهم يحسبون أن هكذا تكون الانتخابات، وأنا لا أتفق معهم لا في الرأي ولا في الوسيلة. وأنا أعتقد أن المحاماة في مصر في نكبة وأزمة، وشيوخ المحامين آسفين غاضبين لكنهم صامتون. أنا أشكر للي حضروا معانا النهاردة اللي يشاركونا، ولكن ما باليد حيلة، ما باليد حيلة. هنمضي في المشروع إن شاء الله، وإن شاء الله هننجزه، وإن شاء الله هيتحد قضاة مصر وينبذوا الفرقة بإذن الله، والمشروع إن شاء الله هيصلح فيه قانون. هذا أملي وهذا عملي. إذا حققته وما حققتوش هيبقى لي كلام آخر ليس موضوعه الأهم. صباح على خير يا بهوات، إذا سمحتم خلاص.